بتوفيق من الله تعالى وبناء على الترشيح 1096 ح 34 بتاريخ 1/10/2012 ميلادي والصادر عن كلية الفقه والمذاهب، تمنح جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر شهادة الاستحقاق والتقدير العالي في تخصص الفقه الجعفري وأصوله برتبة علامة مجتهد والمساوية لدرجة العالمية العالية دكتوراه شرف أولى. تعتبر هذه الشهادة وثيقة محكمة علمية، وقد حلت في ختام الحفل السنوي بتاريخ 1/5/2013 ميلادي الموافق 20/6/1434 هجري. سكرتير مجلس الأمناء بروفيسور زينب سمير الصفار، الأمين العام بروفيسور الأب سهيل قاشا رئاسة الجامعة، وكذلك تعتز وتتشرف المنظمة العالمية لحوار الأديان والحضارات في العالم الأويسكو بمنح سماحته الوسام والشارة الذهبية من الدرجة الأولى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورضي الله عن صفوة صحابته والتابعين. صلوات على محمد وآل محمد.